القسم الخامس والأخير خاتمة هذا الكتاب المبارك. بنزم قسم جرا خاتمة لدي كتاب أخيري خاتمة. ذكر في المؤلف ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. بديك مؤلف هر غصة ذكر كده دي جاغد إيمان دا آخرت من إيمان نحسابيكي هر غصة جاغد مرق نبات دي. وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أو ده ذكر كده ده شيء ده كفر ده دولتنا ده كفر ده خارنا ده مسلمانا وزيت الهجرة كل واجب. باقي على قيام الساعة. ترقي ما ترى ذفوري ده. نعم. دي. وذكر في أن المسلم لابد قبل أن يؤمن بالله لابد أن يكفر بالطاغوت. أو ده ذكر كده ده مخ كده دينا شيء أو كسب الله بعد إيمان راودي بطاغوت بكفر كي. نعم الطاغوت من الطغيان من التجاوز. طاغوت ده الطغيان أو سركشي تجاوزنا ذي. يتجاوز الحد ويعبد الأحجار والأشجار. حد كراسكية وغدا كانوا ده بوتو ده عبادتك. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم ده غرانجي أغا حد نتجاوز كيد أمراء ودمشرانو داغي إطاعت كيد الله في معصيتك. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. طواغيت دير زياد دي خبين زبكي غد غد دي. إبليس. إبليس شيطان نعوذ بالله منه الله نبنا غارو بده ومن عبد وهو راضي أو دجاج عبادته كده شو غير راضي يعني جاء إنسان لآخر وسجد أو ركع له إذا رضي بهذا فهو طاغوت يعني يو إنسان راغي أو كسر سجده وكده داغي عبادته وكده غب ده باند راضي ندا طاغوت ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون أو جاج دخبل زان عبادته بارا خلق دعوتك لك فرعون ومن ادعى شيئا من علم الغيب او چاچه د غیب وناس دعوه وکړه چې په دې باندې خبرې یقول تقوم القيامه يوم كذا او یا دا خبر وکړه چې فلاني ورځ قیامت ده غادن يموت فلان سبب فلانه مړکیږي غادن يفوز الفريق كذا سبب فلانه ډله کامیابیږي والله كاذب وكافر كفر اكبر فالله قسم هغه کاذب ده دروغجن ده او كفر غټ كفر کې واقع ده الخامس من يعتقد ان الحكم بما انزل الله لا يصلح بنزم هغه د چسوګ د عقیده لري چې الله رب العالمین چې فیصله نازل کړی د قران هغه ند صحیح نه ده لكن لو اعتقد ان حكم الله يجب ان يطبق وقدم حكم القوانين لغرض من اغراض الدنيا هذا كفر دون كفر كفر اصغر او کچا د عقیده وساتره چې الله چې کوم قانون نازل کړی ده هغه صحیح ده لیکن نور قانونونه چې کوم دغه په دې باندې مخکې کړن دا کفر دون کفر دی نعم بهذا ولله الحمد تم الشرح المختصر لهذا المتن المبارك او په دې سره د الله په فضل سره د دې متن خلاصه شرح چې کوم دغه ختم شو نقرا هذا المتن دا متن بوایو واهم شيء في هذا المتن الادله او اهم شيء په دې متن کې هغه دلائل دي وهذه الاسئله التي تسال عنها من ربك ما دينك من نبيك ما هو الاسلام ما هو الايمان او دا سوالنا هم ډیر اهم دي چې کوم بتانه تاسو کېږي چې رب دې څوک دی نبی دې څوک دی اسلام او اسلام ارکان او د ایمان ارکان څه دي نعم اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لي ولكم بالتوحيد والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا الله رب العالمين دا سوال کو چې الله رب العالمين زبنګ اخري خاتمه په توحيد سره کی وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام